ازاي تصوري صور احترافيه بتليفونك، وايه اهم النصايح اللي لازم تمشي عليها لو عايزه تطلعي الصور حلوه وتبقى بروفيشنال واكنها بكاميرا بالظبط. فلو حابه تعرفي النصايح دي كملي الفيديو لاخره، ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب لو لسه اول مره تشوفي قناتي، وتفعلي الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد. ويلا نخش في الفيديو. طيب اول حاجه ملهاش علاقه بالموضوع، بس انا ما بعرفش اتكلم من غير محرك ايدي عشان ما حدش يتضايق. اول حاجه لازم تخلوا بالكم منها وانتوا بتصوروا بالتليفون، دي حاجه ناس كتير قوي ما يعني بتاخدش بالها منها، وان انت لازم تبقي ماسحه العدسه كويس جدا. العدسه دايما بيبقى عليها البصمات بتاعه الصباع بتاعنا، او بيبقى فيها تراب، او لو محطوطه على الترابيزه اي حاجه بتبقى فيها اتربه، فلازم ما تمسحيها، ويفضل انك تمسحيها بحاجه قطن عشان الكاميرا ما تتاذيش وتتمسح بشكل افضل. تاني حاجه وهي الاضاءه، وتقريبا في كل فيديو بقول لكم الاضاءه مهمه جدا، سواء انت كنت في البيت او في الشارع لازم يبقى عندك اضاءه كويسه. في البيت ممكن تعتمدي على الاضاءه بتاعه البلكونه او الشباك، لو انت حابه انك تشتري رينج لايت سوفت بوكس، الحاجات دي بتعمل اضاءه كويسه جدا جدا. ولو الاضاءه بتاعه البيت كويسه بس هي مش بتكفي بالغرض، يعني مش بتطلع نفس الشكل بتاع الصوره لما بيبقى فيها اضاءه عاليه، سواء من شمس او من رينج لايت او من سوفت بوكس. ولو انت في الشارع طبعا يفضل انك تصوري وقت الغروب او وقت الشروق لان الاضاءه فيها بتبقى حلوه. ولو حابه انك تصوري صور الجولدن اور، بتبقى في الوقت بتاع من 7:30 لـ 8، فعلا الوقت ده بيبقى الصور فيه تحفه. تالت حاجه، وتالت حاجه دي بالنسبه للصور اللي في الشارع مش في البيت، لو بتصور في الشارع حاول دايما تجيب الصوره من تحت، يعني من الارض، فعلا الصوره بتطلع حلوه بكتير. انا هوريكم هنا مثال، بس المثال ده هيبقى في البيت مش هيبقى في الشارع، بس انتوا فاهمين يعني هتفهموا قصدي من المثال ده. الصوره كل ما جت من الارض بتطلع حلوه وبتبين نطاق اكبر. وانت بتصور صور في الشارع حاول دايما تدور على انعكاسات، يعني مثلا لو في ميه مدلوقه على الارض او كده، او يفضل برضو ان انت بنفسك تبقى معاك ازازه ميه بتدلقها على الارض وبتبدا تصور. انا برضو هحاول اعمل لكم مثال في هبقى اركبه لكم في المونتاج هنا، وهتلاقوني بدلق ميه على الارض وبتشقلب التليفون، يعني بدل ما التليفون كده لا بتشقلبه كده تمام، وبتخلي الكاميرا هي اللي تحت جنب الميه، فبيبقى فيه انعكاس بيطلع صوره حرفيا تحفه جدا، بالذات بقى لو الصبح. خامس حاجه ودي للبنات اكتر، وهي وضعيات التصوير. ما تاخديش صورك كلها من وضعيه واحده او من زاويه واحده، يعني مثلا انت عايز تصوري مثلا وانت ماسكه حاجه، يعني اعتبر ان ده حاجه انت ماسكاها بتصوري بيها، انت مثلا ماسكاها ما تصوريش كل الصور وانت كده قدام الكاميرا، لا مره خديها كده مره كده، غيري البوسس بتاعت وشك نفسها، يعني ممكن تصوري صور كتير وفي الاخر ما تلاقيش ولا واحده منهم عجباكي، فبالتالي انت كل ما تاخدي بوسس اكتر كل ما هتلاقي خيارات احسن، وهتتمرني على التصوير بشكل احسن طبعا، وهتعرفي وضعيات اكتر. بس انت اقعدي جربي، طبعا مش هقولك على حاجه معينه لان انا ذات نفسي باخد وقت عقبال ما الاقي بوسس حلوه، بس انت اقعدي جربي على حسب الحاجه اللي انت ماسكاها. لو ماسكه مثلا مج، مره هاتي كده مره كده مره، يعني نزلي دماغك مره ارفعي دماغك كده، فطبعا اكيد هتلاقي صوره هتعجبك منهم. دي الحاجه اللي بعد كده، لو انت في البيت ومثبته التليفون زي حالتي دلوقتي على ستاند، حاولي دايما انك تغيري في مكان الستاند، يعني او وضعيه التليفون، حتى لو انت مثبته التليفون على حاجه مثلا ما تخليهوش دايما في وشك او في جنبك او في الجنب ده، لا غيري اصلا في الوضعيات بتاعه التليفون نفسها. يعني مثلا دلوقتي الستاند اهو، ممكن اروح منزله تحت اروح رافعه فوق، هي دي بس الفكره اللي انا قصدي عليها. انا مش هعرف اعملها لكم كويس يعني هنا، بس انا هوريكم برضو امثله لو لقيت عندي وهحطها لكم على الفيديو. الحاجه اللي بعد كده، لو انت برضو مثبته التليفون على ستاند او على اي حاجه، فلنفترض ان التليفون متثبت كده، حاولي تجيبي التليفون كده كده، وانتي ظبطي الزاويه مع يعني زاويه وشك لما تتحرك مع الزاويه بتاعه التليفون لما تتحرك، صدقيني هتختلف في الصوره جدا، وفعلا الحاجات دي بتغير في شكل الصوره، يعني جربيها وهتلاقي. النصيحه اللي بعد كده وهي غفلي نفسك، ايوه غفلي نفسك، يعني ما تاخديش الصوره وانتي قصده انك تطلعي حاجه حلوه، فعلا الصور اللي بتتعبي فيها عشان تطلعيها حلوه ممكن ما تطلعش حلوه، والصور اللي ما تبقيش اصلا يعني قصده انك تطلعيها حلوه او بشكل حلو او ببوسس حلوه فعلا بتطلع حلوه. يعني دايما خليكي على طبيعتك وانتي بتتصوري، ممكن يعني مثلا في ناس لما بتيجي تضحك كده شكلها ما بيطلعش حلو، بس انتي لو يعني اتحركتي مع الصوره، بمعنى مثلا انتي دلوقتي فاتحه الكاميرا مش تضحكي على طول في وش الكاميرا، لا اعملي نفسك انك بتضحكي مع حد، يعني اعملي نفسك انك بتضحكي مع حد، التغافيل دي حرفيا بتطلع حلوه جدا، وهحط لكم امثله كتير قوي انا عاملاها بالشكل ده فعلا بتطلع حلوه. النصيحه اللي بعد كده وهي لازم تعرفي انهي نص في وشك احسن.
طبعا خلت ربنا كلها حلوه، بس دايما بيبقى عندنا احنا في نص بنحبه اكتر. يعني انا واحده من الناس اللي بحب النص ده اكتر، لما بتصور دايما بتلاقوني عامله كده مش بتلاقوني عامله كده، معرفش ليه. بس انت مثلا لو مش عارفه الموضوع ده، اقفي قدام المرايه واعملي كده واعملي كده وشوفي الجنب اللي بيطلع معاكي احسن، وهو ده اللي حاولي تصوري بيه. ده مش معناه انك ما تصوريش بالناحيه التانية، لا طبعا بتصوري بيها، بس ركزي على الحاجه اللي انت بتشوفي نفسك فيها حلوه عشان خاطر تقدري تطلعيها حلوه. النصيحه اللي بعد كده وهي الخلفيه. الخلفيه بتفرق في كل الصور، سواء في البيت او في الشارع. هنقول مثال، يعني اللبس والخلفيه ليهم علاقه ببعض جدا. يعني ما ينفعش تبقي لابسه لبس فيه شغل جامد ويبقى وراكي فيه ديكورات بقى وزرع وشجر والكلام ده، بيبقى موضوع وحش جدا، والناس تركيزها بيروح على الخلفيه مش بيبقى عليكي خالص. فانت يفضل لو لابسه حاجه ساده، لابسه اكسسوارز وكده على حاجه ساده، تختاري الخلفيه اللي وراكي يكون فيها شغل خفيف ما يبقاش فيها شغل عالي. ولو انت مثلا حابه انك وراكي يبقى فيه شغل عالي، تكوني انت ذات نفسك لابسه حاجه ساده، يعني اسود ساده، ابيض ساده، والالوان تكون متناسقه. حاولي ما تختاريش الوان تبقى، يعني تصدقيني الموضوع ده بيفرق، اكيد انتوا فاهميني ان الخلفيه لازم يكون لونها متناسق مع الاوتفيت اللي انت لابساه. وعشان كده دايما المصورين لما يجوا يختاروا الاماكن بيختاروها على حسب الاوتفيت اللي انت لابساه، سواء كان كاجوال او كلاسيك او اي نوع لبس انت عموما لابساه، لو لبس رياضه او كده. فبس لازم دايما تخلي بالك من لبسك ان هو يكون متناسق مع الخلفيه اللي وراكي. نصيحه في موضوع الخلفيه، لو انت متصوره وراكي في كركبه، حاولي دايما بالايديت تخفيها، لان انا اكتر واحده كانت بتقع في الموضوع ده، وفعلا التركيز بيبقى على الحاجات اللي ورايا مش عليا. زي مثلا احط لكم صوره هنا، الصوره دي انا فعلا كنت حطاها وكان ورايا في سجاد، نسيت اشيله وقلت عادي يعني مش حوار، وبعد كده لقيت حرفيا كل الكومنتس اللي على الصوره دي حلوه السجاده اللي وراكي، فالناس كانت سايباني وكانت ماسكه في السجاده. فانتوا اهم حاجه خلوا بالكم فعلا من الحاجه اللي وراكم، لان هي دي اللي ممكن تبوظ الصوره حتى لو انت لابسه اشيك طقم عندك. بالنسبة بقى للشبكة، زي ما انتوا شايفين كده الصورة بقى، انتوا مثلا دلوقتي عايزين تصوروا المج ده، فبالتالي بتحطوا المج في النص بالظبط زي ما انتوا كده شايفين في الشبكة، بتحطوا في النص، بتبدأوا تقللوا البرايتنس من الخلفية اللي وراها او الحاجات اللي محطوطة جنبها، بحيث ان التركيز يبقى على المج مش على الحاجات اللي محطوطة جنبه. النصيحة اللي بعد كده وهي نصيحة ناس كتير قوي بتقع فيها، وانا عن نفسي وقعت فيها كتير جدا، صوروا بالكاميرا الخلفية. الكاميرا الخلفية حرفيا حتى لو كان نوع موبايلك ايه وبتطلعي صور حلوة بالكاميرا الامامية، فصدقيني الكاميرا الخلفية بتطلع احلى بدرجات. بس ممكن تكون لما تيجي وقت ما بتيجي تصوري الصورة ما بيبانلكيش الحلاوة دي، لما بتظبطيها بالايديت بتبقى احسن، بس في الكاميرا الامامية الجودة بتاعتها بتبقى قليلة، وفي نفس الوقت بعد الايديت بتحسي ان هي مش طبيعية، لان من قدام بيبقى فيه زي اللي هو تجميل وكلام من ده، فبيبانلك مش طبيعية خالص، وفي نفس الوقت ما بيطلعش حلو زي الكاميرا الخلفية. النصيحة اللي بعد كده، وناس كتير قوي بتسألني، عبير انت ازاي بتصوري نفسك وانت في الاوضة لوحدك، مش بتحتاجي ان حد يجي يصورك وكده. هقول لكم على حلين. اول حل وهو التايمر اللي كلنا عارفينه، وللاسف بلاقي بنات كتير قوي بتسالني يعني ايه تايمر، او بتسالني ازاي اعمل التايمر، فانا هحط لكم هنا الطريقه ازاي بتعملي التايمر بتاع الكاميرا وبتاع السناب شات، عشان خاطر بتسال السؤال ده كتير جدا على التيك توك، فهوريكم دلوقتي السناب شات والكاميرا. والطريقه الثانيه دي انا بستخدمها في الحاجات اللي ما فيهاش تايمر، زي الانستغرام ما فيهوش تايمر تقريبا، على حد علمي انا مش عارفه، بس هو تقريبا ما فيهوش تايمر. فبتبداي انك تعملي سكرين فيديو، تمام، او بتصوري فيديو، سواء سكرين فيديو او فيديو. هو بصراحه العيب بتاع الموضوع ده ان الكواليتي بتاعه الصوره بتقل، بس يعني بتمشي الحال انك بعد ما بتاخدي سكرين فيديو بتبداي تاخدي سكرينات من الفيديو ده ذات نفسه، وانتي بتتصوري تتاخري، يعني مثلا مش تتصوري صوره وخلاص اللي هو الفيديو مجرد ما تحطيه قدام المرايه، لا خلاص، لا انتي وانتي بتصوري تفضلي ثابته على وضعيتك على الاقل 3 ثواني عقبال ما تاخدي فيهم السكرين. حابه اكرر النصيحه دي تاني عشان خاطر والله العظيم ناس كتير جدا بتنساها، لما تيجي تتصوري صوره مثلا انت هتصوري بحاجه، اتصوريها بكذا وضعيه مش بوضعيه واحده بس، عشان خاطر صدقيني بعد ما تغيري هدومك وتخلصي وتيجي تقلبي في الصور مش هتلاقي ولا صوره تعجبك لو انت متصوراهم كلهم بوضعيه واحده بس، فاتصوري بوسز كتير وصدقيني هتلاقي واحده منهم هتعجبك. النصيحه اللي بعد كده وهي فعلا بتاثر معايا وبتفرق معايا جدا، يعني هي مش بتاثر، هي بتفرق معايا جدا،
ما تصوريش وانتي مزاجك مش رايق، ما تصوريش حرفيا وانتي مودك مش مظبوط، مخنوقه من حاجه، متضايقه من حاجه، ما تصوريش خالص. ممكن تصوري حاجه لكن انتي نفسك ما تظهريش، صدقيني ملامح وشك بتبقى متضايقه او ضحكتك مش بتطلع من قلبك، فبتطلع على الصوره وفعلا الموضوع ده بيبهت، سواء كنتي بتصوري فيديوز او بتصوري صور عاديه. اخر نصيحه معانا النهارده، حاولي دايما الميك اب بتاعك يبقى خفيف، يعني لو حاطه روش تقيل زي دلوقتي ما تحطيش اي لاينر واي شادو والكلام ده كله، غير طبعا لو عندك مناسبات او عندك سيشن تصوير بقى جامد وبره وكده، فساعتها اعملي اللي انت عايزاه. بس كنصيحه حاولي دايما الميك اب بتاعك يبقى خفيف، لو مثلا رسمه اي لاينر وعامله فول ميك اب قللي يعني قللي الدرجه بتاعه الروج بتاعتك. وبس كده النصايح تكون خلصت، واتمنى ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتس اي حاجه انتوا عايزين تسالوني فيها. ما تنسوش تعملي لي لايك بقى على الفيديو ده عشان خاطر ناس كتير قوي تشوف النصايح دي وتستفاد منها. وبس كده، يلا باي.